أعدمت القاهرة 9 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى جماعات الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت مصر أمس إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام قائلة إن بعض المتهمين قالوا إنهم كانوا مختفين قسريا واعترفوا تحت وطأة التعذيب. محكوم عليهم بالموت حتى قبل صدور الحكم، شعور عبر عنه أحد المتهمين 9 الذين أعدمتهم السلطات المصرية شنقا صباح الأربعاء. حكم الإعدام شنقا حتى الموت نفذته مصلحة السجون المصرية التابعة لوزارة الداخلية في 9 شبان معارضين تتهمهم السلطات بتنفيذ أو الضلوع في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. الشبان المنفذ فيهم حكم الإعدام نفوا التهم الموجهة إليهم في تنفيذ الهجوم على موكب النائب العام السابق حيث قتل مع عدد من مرافقيه، لكن ذلك لم يشفع لهم أمام القضاء المصري، كما لم تفلح المنظمات الحقوقية ومنها منظمة العفو الدولية في مناشداتها للقاهرة بوقف تنفيذ تلك الأحكام التي وصفتها باللا إنسانية ودعت إلى وقفها فورا، موضحة أن اعترافات الشبان 9 انتزعت منهم تحت التعذيب للاعتراف بأنهم هم من نفذوا العملية في 29 يونيو 2015. ولم تكتفي منظمة العفو الدولية بحسب مكتب حملات شمال أفريقيا التابع لها بوصف هذه القضية وحسب، بل تعدته إلى وصف أحكام الإعدام في مصر بشكل عام بالمرعبة وبأنها تصدر بعد محاكمات جائرة. حقا أن قصص اعتقال الشبان المعدومين كانت مأساوية ولا علاقة لها بالهجوم، وهنا يبرز التساؤل حول عدالة القضاء المصري وعدم تسييسه في قضايا من هذا النوع ومدى مرونة جهاز القضاء المصري للتكيف مع ما تطلبه السلطة التنفيذية لضمان إسكات أي صوت معارض لها. سألك سؤال، أنتم متابعين الموضوع؟ فحتى الدستور لم يسلم من ضغوط السلطة، فالعمل جار على قدم وساق لتمرير تعديلات دستورية من شأنها أن تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم إلى 2034.